يقول السائل: هل يجوز استخدام الهاتف الجوال داخل الحرم والتحدث به في أمور الدنيا؟ هذا لا ينبغي أنه يدخل في الجوال ويشتغل بالمكالمات، إذن ما جاء لأجل الذكر ولأجل تلاوة القرآن ولأجل، هل ينبغي هذا؟ ينبغي أنه يقفل الجوال إذا دخل المسجد الحرام أو غيره، يقفل الجوال ويشتغل بذكر الله، وإذا خرج من المسجد عنده مجال للمكالمات ولا نعم.